كارلوس هنريكي كايزر، أكبر محتال في تاريخ الكرة. هل سمعت من قبل بمهاجم لعب لكبار أندية البرازيل دون أن يسجل هدفاً أو يلمس الكرة طيلة 10 سنوات؟ سيناريو لا يصدق، ولكنه حقيقي. بلد بيليل أسطورة، كان كذلك مصدر كايزر النصاب، لاعب محتال تألق بحياله الماكرة وسرق الأضواء بجرأة غير مسبوقة وقدرة خيالية على الإقناع. كايزر سلبته حياة الترف والشهرة لنجوم الكرة، فقرر أن يصبح واحدا منهم، لكن دون عناء أو موهبة. أولا، ادعى الاحتراف في الأرجنتين وفرنسا بانتحال أسماء وتزوير صور. حيلته الرئيسية كانت ادعاء الإصابة مع بداية أول حصة تدريبية له والحصول على شهادات طبية تعفيه من اللعب، لكن أغرب حيلة استعملها كانت اعتداءه على أحد المشجعين وهو يقوم بعملية الإحماء بدعوى أنه سمع المشجع يشتم رئيس النادي. النتيجة بطاقة حمراء وتمديد للعقد كمكافأة من رئيس النادي. الحيل شملت كذلك حمل هاتف محمول طيلة الوقت مدعياً الحديث بالإنجليزية مع أندية أوروبية كبيرة ترغب في التعاقد معه. ولضمان الاستمرارية كون اللاعب المحتال شبكة معقدة من العلاقات داخل وسائل الإعلام رسمت له صورة المهاجم البرازيلي النجم. بطبيعة الحال كايزر استفاد من غياب مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك وقلة استعمال الإنترنت قبل أن تبدأ حياله تنكشف مع مرور الوقت. لكن بدل السجن أو الفضيحة، فهو كايزر بعد مرور 20 سنة يتحول إلى بطل وثائقيات وأفلام تخلد مسيرته كأشهر محتال في تاريخ الرياضة.